خلينا نقول النهاردة في توافق كامل مساندة من قبرص لمصر في حربها أو كفاحها ضد الإرهاب، مساندة كاملة من مصر لقبرص في توحيد شطري جزيرة قبرص، في تفهم من جانب رئيس الجمهورية رئيس أنستاتيادس مع رئيس البرلمان. لاحظنا النهاردة أنه اتكلم على حق، نفس المفهوم اللي دعا إليه الرئيس السيسي بحق الشعوب في مقاومة الإرهاب. صحيح. هو تحدث اليوم هو نفس التعبير نفس التعبير صحيح. نفس التعبير استخدمه، وان الحق في الحياه ده من ده الحق الاول لاي انسان صحيح. انه يعيش في مواجهه خطر الارهاب، وده دليل على مش مجرد يعني عايز اقول الاتفاق في رؤيه استراتيجيه واحده. الخطر الاكبر رؤيه استراتيجيه، الخطر الاكبر هو خطر الارهاب على شعوب المنطقه. هل يمكن انه يتم تحويل هذا التعاون او تطوير هذا التعاون ليصبح تحالف كما سمعنا من بعض المسؤولين بشكل غير رسمي؟ والله فكره التحالف التعاون والتكامل كلها افكار مطروحه، التعاون الاستراتيجي افكار مطروحه، لكن فكره الحلف اعتقد مصر ليها موقف تاريخي من مساله الاحلاف. يعني خلينا نقول ان انت ممكن تصل بالتعاون الى اوسع مدى. ليه؟ التعاون بيننا بيشمل المجالات الاقتصاديه، بيشمل مجالات التشاور السياسي في المحافل الدوليه، بيشمل مجال التعاون الامني، التعاون الشرطي. ده عشان معناها ان ضد حد يعني المفهوم معناه ان انت بتعمل تحالف، انت بتعمل اطار واسع جدا للتعاون، ده تعاون استراتيجي للشراكه الاستراتيجيه، تجمع على غرار البريكس مثلا، يعني على اطار اقليمي في دول بتتمتع بعلاقات تاريخيه بيجمعها جوار جغرافي في اقليم واحد، بيجمعها توافق في وجهات النظر تجاه القضايا الدوليه بدءا من القضايا العربيه والقضايا الفلسطينيه وموقف قبرص واللبنان معروف في هذا السياق تاريخيا. طب هل يمكن تطوير هذا التحالف مش تحالف التعاون باي اسم من المسميات ليضم دول اخرى في الاقليم؟ في افكار مطروحه، لكن هنشوف بكره اذا كان هيتم التطرق لهذا الموضوع. انما انا اعتقد ان الاولويه الان هي لترسيخ هذه الاليه ثم انضمام من سينضم اليها. يعني في افكار مطروحه للتوسيع في اطار البحر المتوسط، في دول البحر المتوسط او في اطار بعض الدول الشرق اوسطيه، لكن اعتقد ان المساله بيحكمها التعاون بين الدول الثلاث بالدرجه الاولى، انك كيف ترسخ هذا التعاون، كيف تجعله نموذج للتعاون بين دول الاقليم الواحد سواء في هذا الاقليم او خارجه، وايضا كيف يمكن ان تستثمر التفاهم في مسألة الحدود تحولها إلى مصدر نعمة مش مصدر للخلاف والنزاع.